زيارة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة، وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. زيارة السيدة الزهراء عليها السلام يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ممتحن، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسرى نفسي فاشهدي إني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.